شوف
يلا اطلعي ماما اطلعي. لا لا شو ماما مش طالعة. اطلعي اطلعي انت. شو ناطة؟ عزيز ام سمير يا ابو سمير السلام عليكم. لا كيف ما انتو انت جيت يلا كفو انت جيت افتحي ازازك افتحي
يلا ديها ديها يلا تفضل خالد يلا ها عبد امي والله عم صور مين شرفك عبد امي خالد يا زلمه عيب عليك طلعت 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 ماشي ماشي هيك عم نصور الضيعة شوي لا الضيعة بس عود يا خبر معود كريبي يلا ايه ترانا صورة هون علي على الارمي علي على الارمي يلا. علي على الارمي ايه Thank you.
كيفكم؟ بدك تبعت على الكويت ولا كيف حالكم؟ على الكويت ولا على السعودية؟ لا على الكويت. على الكويت منيح. انت ما عرفت هول الاستاذان اللي خطفوه من عندنا من الجامعه طلع قد حاله وضل هو عم بيثوق يعني والخاطفين ساحبين عليه سلاح بسيارته بسياره الاستاذ هول اللي فاتوا على اللي فاتوا على مركز الشرطه هذا من عندنا هول خطفوه على نهر البيع اليوم على الجريده بيقول له ايش فيه بيقول له من اذا واحد بيكون انه هو بيشرب شيء بيخلي كل مثلا بيمشي مع واحد يعني خذ شبك سيجارة خذ اعمل لك شبك هلا ساعتها ما بقينا معه هداك ها بيوم بهلا بحاول يخلص منه عم يتخلص من بيفهم مش فينا نضرب بعدين عنكم ما بيفهموا ما حدا بيخطف لا صحيح صحيح علينا نهري هو خاطف اسمه تمام اصاب انه يخطف يعني زي الفقير ماشي لا اتلسه كل هذه كل العالم عشان انت عم تقول على جزء بسيط اللي هي الشهداء من المسلمين بس نحن عم نقول الغير المسلمين مش حالي بحكيت لك كلامها في شاب صاحبي كمان مسيح ساكن بالحمرة اسمه فادي دادان بالدادان هيدا زلمة ضد الفكرة طيب اجا هرب وقعد بالحمرة ساكن
انسان مؤمن قده ما في. ما بعطى مع حدا حتى يصير مؤمن يعني طبعا. اشترى القرآن وعبيه بقرا بالقرآن، هلا بتحكي معه بقول لك انا مسلم. بس يعني خلقت مسيحي وخلقت بين شعب مسيحي وانا مسلم. بيناقشك بالاسلام ها؟ لو بيقعد يمكن شيخ ما بيقدر يوقف معه او ما بيقدر يحكي معه. انا مسلم اكثر مني مليون مره. مثلا بقول لك في الايه الفلانيه طال السطر الفلاني بتقول كذا كذا تفسيرها كذا نص رساله مش هيك نص رساله. زين جورج جردي احوي عنا كتاب له روي عن نهج البلاغه. جورج جردي اللي بيكتب بالشبكه فرطت المسيح ومسيرته وين؟ مسيرته وين؟ ساكن بتعرف سلوم وين بالحمد لله؟ كم راح؟ فوق منه بتلفن له لسلوم بقول له خليه يطلع لي اكل وغراض على الباب. لا بيستنزف ينزعج فيها عليه. إذا بيطلع على الجبل بكم شو؟ إذا بده يجي لعنا على الضاحية بكم شو؟ إذا بده يكدر بالحمرة بكم؟ ست أشهر مرة جيت لعنده على بس بطلع عنده بتكمش فيه ست أشهر مش نادر على الباب اللي نايم بتلفن له لسلوم بقول له طلع لي ماي طلع لي أكل طلع لي قال لي ما بدي أروح طيب قال لي سجن عند الرعاع حالة اثنين ثلاثة أربعة شو بيعمل؟ قال لي لا هذا ممكن يفهمني إنه أنا هاي وهذا ممكن يفهمني إيه بالذات. هلا الهوية بدي لك هي بتحدد إنه هيك بس حضرت فيديو أخذه؟ هذه مشكلته وكان بيدرس مع سمية خلص اليوم شو جابه؟ نافو يمكن شابه فادي زادان فادي زادان فيروز فيروز راس الحمراء مع المرات مع القضيات فيلم عن كنا عن كان من ضيق شو انتاج يا زلمه ده؟ جايبين لك مليونين ناس بيتمثل في الفيلم شو اسمه؟ اشراف الحمراء هذا كنا عم نشوفه وقلنا هذا عن شوارع موسكو كلها شوارع موسكو كلها مسخينه وحاطين شنو الفرق؟ رمواي على كهرباء الكهرباء بعدين تم عادي ما عجبنا هذا عادي طيب ما عجبني بقول لك على الاتهام الجاي كلها روس كلها ايه شفته شلون مناطق يعني هذا خلال الحديث كنا عم نطلع على الاتهام الجاي كلهم روس قلت له هيك اكيد روس لكن امريكان بده يمثل روس يعني اه قويه هاي هوية طلع شايف؟ منيح القطي انت بسرعة شو رشت؟ ايه عم هلا عجيبي مدري ليش عم تنقطش لأنه صرت الفضة أصلا بياكل من بعضها ضعفت ايه بدك تغيرها السنسال أحسن ما تفرط بالمرة ما هيك على ايه غير السنسال الفضة ما بيتحرك وأنا ما عم شفت عم شفتها هيك تنزل على رواق ايه بدك تحط بلاتين كيف بتبين؟ تصير اول ايش بكلفني بكلفني بلوي لبنان؟ شو السنة اللي رحت؟ كان زعادة مش فيها سجاد بال حاسس بيجي والله انا جاي حلو يا دبيجي بالضبط هيك هلا مسافر انت بكره رايح خاطر كمان؟ ايه كان لازم نبعث معك شوية مكاتب ولا يلا اعطيه ايه اوه مكتوب ما في مش ليه يلا ها؟ مين؟ مش حاضر حيك ما بتجي لا يجي مرة ثانية لا بتعرف شو سافر مسافر الجمعة ايه لا يجي مرة مش بتنزل هلا هلا الجمعة الجمعة هاي؟ يعني شو سبعة شهور في الجمعة اثنين ثلاثة أربعة خميس الجمعة هلا بكتب لي سبعة كتير ما في كربون كربون تعرف ليه تعسير كربون أو لا في دفتر كتب لي كربون بيطلع لا أنا بصلي آخر اليوم بحط خمس طلاي وبيحط خمس انت على مية ليرة بحط خمس كربونات وبيصل كل سنة شو خسر انت عم تعمل هاي كربون عندك شو خسر عندك على كل شيء
الحكي. لا انت اعترض على صندوق بريد. معك سيارة أوبل؟ نعم من كيلو معك هيدي ما لها ثمن بس قبلها كانت أوبل. هذا انا خلاك كنزي تبعتي ما بعوز بيروت البس 80 هالكنزي هذا اشتريته من بعد شو رايك تاخذ المخبيات وتبدلها شو بدك تجي بريف كيف شو ضروري تشتغلون على هالشكل هسه شو تيرو ما بيطلع تيرو اول مستوى خليها تجيب لي انا بس بتاحت مثل الامريكاني بكسش بيها كاوتشو كثير بكسش ما كسر شيء معي بس بتاعت يعني بصير حركه شو بتهرك او شو بتصير غير بقية الحاج لسه ولا حسن حسب ما تمشي حسب الطريق انا ما بطير الطرقات بتصير بقيت يعني سبع لا كمل عملنا مكتب لا شفت انا طيب لايك جديد بصور كيف بغسل كيف بغسل شو معه؟ لا اختار لك فين؟ مش باين؟ انا اللي معي شفاك كله متابع باب واحد صار ايه ما اوبل كثير حلوه اي موديل ولا الابوعه ولا الابوعه هو هو عم بحط الدورة الرومانيه عدمته جاب الدورة بس مشان هون ساعتها على